السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم المولى يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في استكمال مسيرتنا الجميلة مع برنامج أدوبي بريمير، وبتقديم أفضل وأحدث وأجمل الإضافات كملحقات مونتاج لحضراتكم. ففضلا وتكرما وحبا من حضراتكم، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناة حكاية شغف بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصل لك من حكاية شغف كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نستعرض ونشوف مع بعض ما هي الانتقالات الجميلة والاحترافية والمجموعة الرائعة والمتكاملة يلي محضرة لحضراتكم لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل والجديد والمتميز. حبيت بداية أشير يلي عنده اهتمام بواجهة سطح المكتب وتخصيص سطح المكتب بطابع حديث وجميل احترافي، يعطيك الحافز ويشدك للعمل أكثر، غير تقليدي ونمطي تغير فيه شيء هو يعبر عن شخصيتك. فرح يكون في معكم بوصف هذا الفيديو رابط لقائمة التشغيل نقدم فيها كل الماتريال والمواد والإضافات بأكثر من طريقة لهندسة سطح المكتب، طبعا لويندوز 10 وويندوز 11. وبنستكمل لقائنا اليوم والمعذرة على هذا الإعلان البسيط، لكن من جمالية الموضوع حبيت أني أتكلم عنه. طبعا يا أحباب، الفكرة كانت أنه أنا بدي أقدم لكم حزمة انتقالات لأدوبي بريمير كمجموعة وباكج من أكثر من تصنيف، أكثر من عنوان. في عندي بحدود 300 انتقال من أروع وأجمل الانتقالات مع المؤثرات الصوتية. رح تلاقوا بوصف هذا الفيديو رابط رح ينقلكم إلى قناة التليجرام لتحميل الإضافات بشكل مباشر وشكل بسيط جدا. بعد ما نحمل إضافات رح أنقر بمفتاح الموس الأيمن وتوجه إلى إكستراكت، أي فك الضغط، فبينشأ معنا المجلد. بنفوت عليه، بنفوت إلى المجلد ورح نشوف أنه في عندي هذه هي الانتقالات. ولما رح ندخل إلى المجلد رح نشوف أنه في عندي أكثر من مشروع. طبعا هو هون حاط لك الأول، يعني كل الانتقالات. أما بهذه المشاريع هو مبوب لك كل حزمة انتقالات مع بعضها، يعني عندي الموشن، عندي الزوم، عندي الجليتش، عندي سلايب، عندي الفي آر، إلى ما هنالك. إذا حبيت أنك تضيف كل الانتقالات فبناخد مشروع اللي فيه الأول، يعني فيه كل الانتقالات. كيف رح نضيفه ونبدأ بالتعامل معه؟ بكل بساطة بنقر وبسحب إلى برنامج الأدوبي بريمير وبسقطه في فراغ الماتريال أو لإضافة المواد بهذا المكان. بتطلع عندي هذه الرسالة، بفعل هدول الخيارين. طبعا الجرييت فولدر هو ضروري لحتى ما يتعرض معي بملفات المشروع اللي شغال عليها ويكون بمجلد مستقل تماما. بنقر على مفتاح الأوكي لحتى يبدأ بجلب العناصر والانتقالات والماتريال وكل الفوتج، أي العناصر المكونة هذه الانتقالات مع بعضها. بعد ما انتهى المشروع بتحميل كل الإضافات والميديا الموجودة معا، بيظهر عندي المجلد بقائمة العناصر الخاصة بالبروجكت. رح أعمل دبل كليك عليه، نقر مزدوج،
ومن ثم نقر مزدوج لحتى يطلع لي كل هذه المجلدات. بغير طريقة العرض عشان نفهم الموضوع. هو الآن اختصارا بكلمة أول هو ضف لي هذه العوائل كاملة لحتى أنا ما أضل أفتحها كل وحدة على حدة. تماما. الآن كيف رح استخدم هذه الانتقالات؟ خلني على سبيل المثال نختار وليكن عندي اللايت. تمام، بجي إلى أحد هذه الانتقالات وبنشوف أن كل مجموعة فيها عدد مش قليل، المجموع العام فوق 300 انتقال احترافي. خلي نوسع شوي البروجيكت بالتايم لاين عشان نعرف أين رح نضيف الانتقالات بالضبط. بجي باخد أي انتقال بالنقر والسحب عليه مثل ما أنا شايفين وبضعه بركبه على التايم لاين بهذا الشكل بالضبط. الميديا الموجودة معه بيكون ملونة على الأغلب بلون مختلف عن بقية الليارات، بعمل ديليت بعد ما أقوم بتحديده. ولو جينا شغلنا، تمام، سمعنا الصوت اللي ظهر، انتقال الصوتي الجميل كمؤثر، وانتقال الضوئي أيضا يعني هو من أجمله. تمام، خلني أنا أختار تأثير آخر، نجيب لهم مثلا على سبيل المثال وبنختار بدل اللايت يكون في عندي على سبيل المثال الموشن. بجي بختار تأثير معين وبنقر مع السحب وبضيفه إلى المنتصف وبجي إلى المتريا الموجودة معه وبقوم بإزالته. طبعا إذا كان في عندك شيء بيطلب الريندر نحط المارك إن ونرجع كمان المارك أوت ونضغط على مفتاح الانت من الكيبورد حتى يبدأ بيعمل ريندر، وراح يكون ريندر سريع مش يعني في متطلبات كتيرة مثل ما أنا شايفين. تماما، بعد ما يخلص راح يشتغل إن شاء الله. بنقر باليمين وبعطيه clear in and out لحتى يرجع وضعه الطبيعي، وخلنا نشوف التأثير مع بعض أو الانتقال مع بعض. تمام، هذا هو الانتقال الجميل والرائع. بصراحة حسبي من أجمل الانتقالات. أنا بالنسبة لي أستخدم الانتقالات بشكل كبير ضمن فيديوهات سواء على قناة عالمكم أو عالم التصميم والجرافيك أو حتى على حكاية شغف. خلنا نشوف نمط ثالث وليكن على سبيل المثال الجريتش، وهو من أكثر الانتقالات يعني المحببة لصانعي المحتوى. كمان بجي إلى المتريا الموجودة معه بقوم بإزالتهم وبحط المارك إن وبجعل كمان المارك أوت وأضغط على مفتاح الانتقال ونشوف انتقال الجليتش. ممكن تتعامل مع كل هذه الانتقالات يا حبيب بنفس الطريقة تماما. فمنلاحظ أن العمل كاملا هو خفيف وأن العمل بسيط وجميل وما في إرهاق للمعالج بالريندر أو ما شبه ذلك. نتفرج على انتقال الجليتش. تمام، وسمعنا المؤثرات الصوتية الجميلة. أتمنى إن شاء الله تعالى أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فالتكرم لا تنسوني من تفاعلكم والدعم، وتجزوا عني كل خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.